وأما هذا الحبيب فهو مجدد المشهد، مجدد المشهد، يسمى الحبيب هادون بن هود بن علي بن حسن العطاس، جده هذا الإمام العظيم، كان عالما، كان بمكة المكرمة، فسمع صوتا يقول أخرج إلى المشهد، فجاءه أذن من النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا منامية أن يأمره أن يخرج إلى هذا المكان ويبنى القباب هذا ويبنى المقام كله. حبيب هادون كان لما يقرأ القرآن قراءة مجودة، قراءة جميلة، قراءة مرتلة، وربما أصيب بالعين عليه رحمة الله، وهو من تلاميذ الحبيب أحمد بن عمر بن صميط، أمره أن يقرأ على زوار المشهد في وقت الزيارة، عهد إليه وطلب منه أن يقرأ الفاتحة ويقرأ التحيات في الزيارة، ولا تزال العادة هذه إلى اليوم والليلة، يقرأ الحبيب المنصب القائم في مقامه، يقرأ الفاتحة للناس للحاضرين، ويقرأ كذلك التحيات المباركات صلوات لله، وهو عمر المشهد وقام. ولذلك كان قرة عين لجده علي بن حسن ولجده عمر بن عبد الرحمن وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حبيب هادون بن هود العطاس، والمنصبة والخلافة في ذرية هذا الحبيب، ما يكون منصب إلا من ذرية الحبيب هذا، أي منصب للمشهد لا يكون إلا جده هذا أو ينتسب إلى هذا الحبيب هادون بن هود بن علي بن حسن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل السر فينا وفيكم وينفعنا. كان عالما، وشيخ الحبيب أحمد بن محمد المحضار هادون هادينا ومرشدنا إلى الله، انتقل ويجيب للقرآن بالتجويد ما يخشى ملل، أم الكتاب يقصها للناس حتى للسقال. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.